هل يجوز الانتساب إلى السلفية وقول أنا سلفي؟ هذا طيب، الانتساب إلى السلفية هو الواجب، أنك تكون سلفي، لكن ما هو لازم تتكلم وتقول أنا سلفي. تمسك بمذهب السلف ولا تقول إني سلفي، من اللي ملزمك تقول إنك سلفي؟ هذا يكون فيه رياء وفيه تزكية للنفس، لكن عليك بالأخذ بمذهب السلف، تعلمه أولا، يعني ما يكفي الانتساب، لازم تعلم ما هو منهج السلف، تعرفه وتسير عليه بدون أنك تقول أنا سلفي. نعم.